الشرك وأنواعه. هل تسمحين لي ببضع دقائق من وقتك؟ بالطبع. والدة صديقتي روان سترزق قريباً بمشيئة الله بمولود، وطلبت أن أقترح عليها اسماً، فبدر في ذهن اسم أود أن أخبرك به. ما شاء الله، تبارك الرحمن، مبارك عليهم المولود مقدماً. يا ترى ما الاسم الذي بدر إلى ذهنك؟ اسم عبد النبي. لا يا ابنتي، ابتعدي عن هذا الاسم تماماً، لأنه يعد من الشرك. وما المقصود بالشرك؟ لغة التسوية، وشرعا فهو جعل شريك مع الله تعالى. فهنا جعلت شريكا مع الله في أسمائه، وهو اسم النبي. وهل للشرك أنواع؟ نعم، النوع الأول الشرك الأكبر، والنوع الثاني الشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو جعل شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ومن أمثلته اعتقاد أن غير الله يمكنه التصرف في الكون، ودعاء غير الله، مثل دعاء الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء والصالحين. والذبح لغير الله يكون مثل الذبح لأصحاب الأضرحة والقبور وغيرهم. أما الشرك الأصغر فهو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركاً، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ومن أمثلته الحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان. الآن أستطيع معرفة الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الفرق الأول أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الإسلام. والفرق الثاني أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه أبداً، ولكن من تاب منه قبل موته توبة صحيحة تاب الله عليه، بينما الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى، ولكن من تاب منه قبل موته توبة صحيحة تاب الله عليه، وإذا لم يتب فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار حتى ينقى من ذنوبه ثم يدخل الجنة. أما الفرق الثالث، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، بينما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. وأخيراً الفرق الرابع، أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، بينما الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار. أحسنتي، سأفكر في أسماء أخرى أبعد ما تكون عن الشرك. عرفنا اليوم الشرك. لغة التسوية، وشرعا جعل شريك مع الله. وأنواعه، الشرك الأكبر هو جعل شريك مع الله تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. الشرك الأصغر هو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وعرفنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، لا يغفر لصاحبه أبداً، ولكن من تاب منه قبل موته توبة صحيحة تاب الله عليه. يحبط جميع الأعمال، صاحبه خالد مخلد في النار. الشرك الأصغر
لا يخرج من الإسلام، لا يغفره الله تعالى، ولكن من تاب منه قبل موته توبة صحيحة تاب الله عليه، وإذا لم يتب فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار حتى ينقى من ذنوبه ثم يدخل الجنة. يحبط العمل الذي قارنه، صاحبه لا يخلد في النار.